بيبي شارك 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 ما هو سهل جيلك تو جيلنا يتفايز وبقو لو تبي مرة تجري بي وعر انك تعرف جو بيبي شارك 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 جيل معفرد جيل خطير مفرع ما يعرف توخير لو يلقى جنحان يطير واخذها الدنيا بالقوة بيبي شارك 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 السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبتين بك في حلقة جديدة من برنامج مقلة في بيبي شارك. في أطفال واجد عندهم مواهب أو حابين إن يكون عندهم مواهب. اليوم برنامج مقلب بيبي شارك حب ان هو يقدم فرصة لهالمواهب. فرجنا على مواهب الاطفال هذوم، ولكن كانت اللجنة عندها شوية طلبات غريبة. خلينا نمشي نشوفوا شين كانت طلبات هذين وشين كانت ردة فعل اطفالنا الاحباء. بيبي شارك اهلا وسهلا شباب، عارفوا برواحكم؟ انا وليد عبد الباقي الحداد عمري 14 سنه. انا جلال محمد بشير الشريف. شنو موهبتكم شباب؟ مسرح. بتعرفوا فرق بين التمثيل المسرحي والتمثيل التلفزيوني؟ شنو الدور اللي بتديروه؟ دور حاجه على الام. حاجه على الام. حلو. مان جلال الشريف تفضل. جو صح تمام. قلت لك امك راح تطلع سياره قدام شلون المستشفى انا عدوله. حلو ان شاء الله. الله الله. هذا دور دراما يعني مؤثر بكل. لو تخيلنا نفس المشهد بس نبيك تدير موسيقى حزينه بفمك، يعني مش تخيلوا انك انت لما تمثل تخيل معاه موسيقى الحزينه. ممكن مثلا انت تمثل وانت تدير موسيقى مثلا، ونبيك نبيك انت عندك كاريزما حلوه، نبيك تاثر اكثر، نبيك يعني تجد اوفر في التعبير متاعك. ها امي لا وكي يعني بالضبط انا بحس انا بنحس معك معرفش باش انت باش يرجع لان جلال قاعد يعطي في احساس كويس بس محتاج شويه دعم من وليد. تنزام موسيقى وليد موسيقى وانت تدي موسيقى امه قاعده في المستشفى احلى موسيقى تعلم المستشفى كذاب والله والله الله عادة. الله انت بتلسنا تقول لا لا معلش وضع حال الدنيا الله حلو. الله عليك جلال ما قنعتنيش بك نعطوهم فرصة أخرى. صاحب الله ما عجبنيش الصراحه. شنو اسمك؟ محمد. شنو موهبتك يا محمد؟ الكونفو. من هو مثلك الاعلى يعني في الحركات هذه؟ شاكي شان اكيد. يلا ورينا حركاتك.
that plus I can't turn the swell off. من تحب انت مصارعين جون سينا؟ اكيد تحب جون سينا؟ جون سينا اه اعطيني شنو جون سينا القافيه متاعك كيف جون سينا؟ يشيله ويزقه وريني كانك تخيل تخيل يقول لك واحد شيله وتعزقه او نجيب لك هذا تشيله وتعزقه لا وين قارش ما عجبتنيش انت يا عصفور صغير امتى يكبر ويطير ويبقى في كل صبح يغرتك وصباح الخير انت يا عصفور صغير امتى يكبر ويطير ويبقى في كل صبح يغرتك وصباح الخير محلاهن ريشاته ومجمل عويناته محلاهن ريشاته ومجمل عويناته بالقش يبلاش جدا في رزقه لا ما يحير بالقش يبلاش جدا في رزقه لا ما يحير غني ويقل سو سو أول ما يشوف الضو يسرح يمرح بالجو ويحب يدير الخير يسرح يمرح في الجو ويحب يدير الخير صغير أنت يكبر ويطير ويبقى في كل صبح يغرد وصباح الخير عندي عصفور صغير أنت يكبر ويطير ويبقى في كل صبح يغرد وصباح الخير ذهب شيرتنا صوت الحوت ذهب شيرتنا ذهب شيرتنا صوت الحوت ذهب شيرتنا ذهب شيرتنا يا ريتي صفي نيتنا ذهب شيرتنا صوت الحوت ذهب شيرتنا عرفها فينا حتى الحوت عرفها فينا عرفها فينا حتى الحوت عرفها فينا عرفها فينا خط مسهل الصوت علينا عرفها فينا حتى الحوت عرفها فينا أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم واسمي زكريا حسن سالم علي الجروشي عمري 13 سنة نقول نكت وموسيقى قال لك مرة في اثنين صلح خبطوا بعض نديروا مص قال لك مرة في واحد ميكانيكي بصر مع مراته قراصة بينسى قال لك مرة في واحد بدأ قال شخن سيارة عدى حط تحت سيارة غاز برامس في واحد ليبي ومراته سورية جاء قالت له هاي نكسر الصفرة ابن عمي قالت له قال برزق بوكي قال لك مرة في اثنين صلح تعاركوا على المشط قال لك مرة في واحد بيحط فيل في ثلاجة على ثلاث خطوات أول خطوة يفتح الثلاجة تاني خطوة يحط الفيل ثالث خطوة يسكر الثلاجة في لغز التاني في زرافة بيحطها في الثلاجة على أربع خطوات شنو هي أول خطوة يفتح الثلاجة تاني خطوة يطلع الفيل ثالث خطوة يحط الزرافة رابع خطوة يسكر الباب تو آخر ثالث واحدة قال لك مرة في غابة فيها زرافة انحرقت الغابة كلها الزرافة ما صار شيء ليش عشان هي ثلاجة عرف من نفسك اول حاجه انا اسمي عماد عبد الباسط البركي موهبتي يعني ندير في مجسمات والاشغال يدويه وعندي شويه في الرسم اليوم شاركت بالمجسم هذا وسفينه وعندي مجسمات اخرى سفن كبار وجوامع شنو يتكون المركب هذا يعني كرتون مضغوط بزوايا الصدف متاع البحر وزواق بيتخيل ان السفينه هذه تعوم في البحر دخلت البحر بالموج قاعدك ايوه يعني لو انها قاعده في البحر خلاص يعني تقدر تمشي انت شايف كان احنا اخترناك ومشيت للبنان شايف شنو الموهبه الثانيه اللي تقدر تجيبها لنا يمكن ندير حاجات اكبر من هيك وعندي حتى في شويه في المكيس السينمائي غير هذا شنو عندك من مواهب اخرى انا عندي في الرسم تمثيل ما تمثيل غناء ما عندكش فينا تمثيلك عندي شويه يا سلام يعني واحد يعني يقول لي دير هيك ندير هيك حط السفينه وتعال خلاص حقول لك دير هيك مش دير هيك ايوه حط بالنسبة للتمثيل يعتمد على الخيال ويعتمد على سرعة البديهة هنطلب منك حاجات تديرها لو تخيلت روحك ضفدع الضفدع هذا يضحك قاعد هو سمع نكتة وقاعد يضحك لو يبي يغني الضفدع هذا شنو حيغني أنا أنط في البحر من ورقة لورقة في وسط البحيرة وأكل حشرات نبيك تتخيل انك انت ضفدع قاعد ينابش في ضفدع ثاني خطمت قدامها ضفدع سمحة عماد انت موهبة حلوة ونحن مبسوطين انت كنت معنا اليوم ولكن عماد حنقول لك حاجة نحن برنامجنا اسمه مقلة في بيبي شارك وانت كنت قاعد معنا في المقلة يعني
يعني ما كنتش متوقعها كنت باكر من جدي يعني. ما كنتش برنامج ليبيان جوت تالنت، انت كنت في برنامج مقلب في بيبي شارك. بيبي شارك، 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 بيبي شارك. ما هو سهل جيلك تو، جيلنا يتفايز وبقو. لو تبي مرة تجري بي وعر انك تعرف جو. بيبي شارك، 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 بيبي شارك. جيل معفرد جيل خطير، مفرعن ما يعرف توخير. لو يلقى جنحان يطير واخذ هالدنيا بالقوة. بيبي شارك، 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 بيبي شارك.